يا مساء الفل على حضراتكم، يا رب ليلة سعيدة عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم إن شاء الله. حلقة جديدة من سوبر تايم على تايم سبورتس، أكيد ليلة سعيدة على حضراتكم، أكيد في سعادة كبيرة جدا جدا عند كل الجماهير المصرية. هنتكلم عن إنجاز منتخب كرة اليد المعتاد في هذه الفترة، إنجازات كبيرة جدا لمنتخب كرة اليد. هنتكلم عن النادي الأهلي، الفوز النهارده اللي ما كانتش مطمئن، ولكن فوز يسعد جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه. وهنتكلم على كل المباريات المهمه اللي حصلت النهارده، وفوز الاسماعيلي او تخطي الاسماعيلي فريق الاتحاد في البطوله العربيه، وفوز المصري، وحتى خساره بيراميدز اللي كده كده هو متاهل في الكونفدراليه الافريقيه. يوم حلو في الكره المصريه، يوم حلو في الرياضه المصريه بشكل عام. ولكن عايز أبدأ معاكم بشيء مهم جدا وخبر مهم جدا. هذه الحلقة من سوبر تايم هي الحلقة الأخيرة على تايم سبورتس، هي الحلقة الأخيرة بين كل برامج تايم سبورتس. مفيش برامج خلاص تتوقف برامج تايم سبورتس في الفترة القادمة، ولكن بس تايم سبورتس مكمل مع حضراتكم. هنتوقف بشكل مؤقت، أون سبورت هتطلع هنا على هذه الاستوديوهات خلال الفترة القادمة عشان نجهز لحضراتكم استوديوهات محترمة جدا، شكل رائع جدا من التطوير في الاستوديوهات المصرية الرياضية والعربية بشكل عام. هتشوفوا حاجة عظيمة جدا في الاندماج اللي هيحصل خلال الفترة القليلة القادمة، بنتكلم في أيام قليلة. أون وتايم زي ما كان معلن قبل كده، زي ما حضراتكم عارفين، أون تايم سبورت هي الشبكة الرياضية الكبيرة إن شاء الله اللي هتطلع تنور في مصر وتقدم محتوى رياضي كبير إن شاء الله يرضي طموحاتكم مضمونا واداء، وان شاء الله كمحتوى يكون محترم زي ما عودناكم في الفترات القادمه. شخصيا سعدت جدا بحضراتكم، واتمنى تكونوا كمان سعدتوا بالمحتوى اللي قدم في تايم سبورتس خلال الفتره الماضيه منذ كاس الامم الافريقيه اللي كنا طالعين فيها بطلعه عالميه. تايم قدمت اداء عالمي اعلامي عالمي، نجوم عالميين حضروا معنا هنا في كاس الامم، بعد كده كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ونفس الأداء الرائع. مستوى البرامج أتمنى تكونوا يعني كنتوا راضيين عنه خلال الفترة الماضية. إحنا مكملين مع حضراتكم إن شاء الله، لسه مكملين كأفراد بإذن الله في الشبكة الجديدة، شبكة أون تايم سبورت. تايم نفسها مكملة مع حضراتكم، بتنقل كل الأحداث الرياضية زي ما هي لحين افتتاح أون تايم سبورت، ولكن زي ما قلت لحضراتكم بدون برامج. برامج أون هتخرج من هنا من هذه الاستوديوهات، أون سبورت هتخرج من هنا بداية من غدا إن شاء الله. دي أو ده الخبر المهم اللي كنت عايز أبدأ مع حضراتكم، أتمنى تكونوا يعني سند وعون لينا في الفترة القادمة زي ما كنتوا دايما سند وعون لينا، دايما كنتوا بتشجعونا، دايما كنتوا الحمد لله معظمكم، يعني مش هقول كلكم، هقول معظمكم عشان ما عممش وحد يقول لي لأ، معظمكم كنتم راضيين عن المحتوى اللي احنا قدمناه هنا. حاولنا نقدم محتوى محترم، حاولنا نقدم محتوى يليق بحضراتكم، حاولنا نقدم محتوى هادي وفي نفس الوقت يكون هادف ما يكونش فيه اي مشاكل. نفرح بمنتخباتنا المصريه، نفرح كمان بانديتنا المصريه، نقدم شكل اعلامي رياضي يتناسب مع افكاركم، تطور افكاركم. احنا كمان بنتطور هنا سواء على مستوى المضمون او على مستوى الشكل اللي هتشوفوه كمان أفضل وأفضل وأفضل على مستوى شبكة أون تايم سبورت إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. ده فيما يخصنا احنا تايم سبورت والفترة الجاية هنشتغل إزاي. النهاردة منتخب مصر لكرة اليد حاجة تفرح، حاجة مبهرة، حاجة مدهشة، قول زي ما أنت عايز تقول. بطولة أفريقيا النهاردة في تونس، أول مرة تكسب تونس على ملعبها وتحقق البطولة الأفريقية للمرة السابعة في تاريخك وتصعد لأولمبياد طوكيو 2020. هذا المنتخب هو منتخب تامن العالم، منتخبنا السنة دي للناشئين بياخد كأس العالم، منتخب الشباب بياخد ثالث العالم. مفيش أحلى من كده فترة بيعيشها منتخبات كرة اليد في مصر. أفضل حالة ممكنة لكرة اليد المصرية هي الحالة اللي احنا عايشينها دلوقتي، حاجة تفل قدرنا نلعب ملحق عشان نصعد لأولمبياد طوكيو، ولكن النهاردة شوط أول وشوط تاني كانوا رجالة للغاية. الحمد لله الحمد لله فزنا بهذه المباراة، قدمنا كمان أداء رائع جدا، ثابتين طوال المباراة، محافظين على فارق الأهداف طوال المباراة.
كنا دايما لما نيجي نتفرج على كره اليد بنقلق شويه، بنخاف شويه، نقول اصل اخر 10 دقائق تقلق، اصل اول 5 دقائق تخوف، اصل احنا بنيجي في النص ولياقتنا بتقع، اصل احنا بنفقد تركيزنا. ولكن من الدقيقه الاولى لاخر دقيقه منتخب مصر مسيطر على المباراه طولا وعرضا بشكل رائع جدا. مليون مبروك لمنتخبنا الوطني لكره اليد، الفوز بكاس الامم الافريقيه في قلب تونس أمام منتخب تونس بأداء رائع جدا، والصعود لأولمبياد طوكيو 2020 عشان نزود البعثة بتاعتنا بمنتخب رائع جدا. بإذن الله بإذن الله ممكن كمان ناخد معاه ميدالية في هذه الأولمبياد. هذا عن منتخب كرة اليد الرائع. النهاردة الأهلي حقق نتيجة رائعة جدا قدام النجم الساحلي، فوز مهم جدا، 3 نقاط مهمة جدا، وأداء رائع جدا. طيب قبل ما اتكلم على الاهلي، معانا كابتن مؤمن صفا رئيس بعثه منتخبنا الوطني لكره اليد في تونس. كابتن مؤمن مليون مبروك، حاجه تسعد وفرحتونا النهارده، انا بشكرك شكرا جزيلا ومساء الفل على حضرتك. مبروك كابتن كريم ومبروك لمصر كلها، ويعني الحمد لله ربنا كرمنا كرم واسع وقدرنا نفرح المصريين كلهم الحمد لله. حاجه رائعه جدا يا كابتن مؤمن. انا كنت بتكلم في المقدمه ان احنا دايما بنقلق من المباريات النهائيه، تحديدا لما بنواجه تونس دايما المواجهه دي بالنسبه لنا صعبه لما بتبقى على ارض تونس، لكن احنا النهارده قدمنا اداء رائع جدا بدايه من اول دقيقه في المباراه حتى اخر دقيقه من المباراه. ازاي تم التجهيز لهذا الامر؟ والله يعني هو في ديربي بيننا وبين تونس طول عمرنا في كره اليد، والبطوله دي كانت ذات طابع خاص ومذاق خاص، وكان لنا هدف ثلاثي زي ما بيقولوا. الهدف الاول ان انت تكسب بطوله افريقيا، الهدف الثاني ان انت لما تكسب بطوله افريقيا تتاهل لاولمبياد طوكيو، الهدف الثالث ان احنا من ساعه لما قلنا هندبول في مصر عمرنا ما كسبنا تونس في تونس. صحيح. فدي كانت بالنسبه لنا الهدف اللي كانت اللعيبه كلها عايزه. حلو. رائع جدا على مستوى 3 نقاط، ولكن على مستوى المستوى الفني للاعبي النادي الاهلي النهارده لا، كان في الكثير من التحفظات. الاداء النهارده ما كانش على افضل ما يرام. المباراه خلصت صحيح بهدف جونيور اجاي اللي سجل في الدقيقه 32، ولكن اداء الاهلي النهارده كان فيه لخبطه، في حاجه مش مفهومه. لا محمد هاني اللي قدامكم ده هو محمد هاني، ولا رامي ربيعه هو رامي ربيعه، ولا اليو دانج بالمناسبه تحسن الشوط الثاني، ولكن الشوط الاول كان عنده بعض الاخطاء، ولكن هو من افضل لاعبي المباراه بالمناسبه لو اعتبرنا ان في لعيبه كانوا كويسين في هذه المباراه. ياسر مش لسه يعني مش ظاهر قوي، في اخطاء كبيره جدا من لعيب النادي الاهلي. احمد الشيخ متاخر جدا 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 انه ينسجم مع الفريق وانه يشتغل مع الفريق وانه يقدم مستوى رائع مع الفريق، امكانياته كبيره ولكن بعيد. مروان محسن بالمناسبه عمل مجهود كبير النهارده، ولكن دون هجمات خطورة على مرمى الحارس التونسي باستثناء كرة واحدة وعملها بشكل كويس، ولكن أدى عمل مجهود كبير، حاول كتير، لكن النهاردة في ميس باس كتير، في أخطاء كبيرة، في مشكلة في الاستلام والتسلم واضحة، في مشكلة في التغطيات الدفاعية كبيرة جدا. النهاردة الأهلي فاز على النجم الساحلي زي ما قلت لكم، فوز مهم وغالي جدا ورائع جدا للنادي الأهلي عشان يروح السودان قدام الهلال السوداني، يبقى بيفكر بس في نقطة لو ما خدش ال3 نقاط اللي تضمن له الصداره، يعني لو كسب الاهلي الهلال السوداني في السودان ياخد الصداره، لو تعادل يصعد عن هذه المجموعه في المركز الثاني في حال فوز النجم الساحلي المتوقع على بلاتينيوم في المباراه الاخيره في تونس. زي ما حضراتكم شايفين هذا هو موقف المجموعه حتى الان، الاهلي في الصداره ب10 نقاط، وبعده النجم الساحلي ب9 نقاط، ثم الهلال السوداني بنفس الرصيد، واخيرا بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة للأسف حصل عليها من النادي الأهلي، والباقي هزائم متتالية، وغالبا هيكون فيها هزيمة أمام النجم الساحلي في المباراة الأخيرة. الأهلي فوز مهم جدا للنادي الأهلي، لازم فايلر يحط إيده على الأخطاء، لازم فايلر ياخد باله إن الأخطاء الدفاعية اللي بتظهر للنادي الأهلي في هذه المباريات هي ما بتظهرش في الدوري. المنافسة في الدوري أو الفرق في الدوري أو الناس أو اللعيبة اللي في الدوري بتخاف من النادي الأهلي، بتخاف من اسم النادي الأهلي، لكن الفرق الأفريقية مش زي زمان، كان بينزلوا يلعبوا الأهلي والزمالك مرعوبين خايفين فبيتراجعوا، دلوقتي أي فريق يقدر يهاجم النادي الأهلي، أي فريق يقدر يهاجم نادي الزمالك، النجم الساحلي خارج ملعبه وبيحاول يوصل لمرمى النادي الأهلي أكتر من مرة، بلاتينيوم بيتعادل مع النادي الأهلي وبيسجل فيه، الموضوع صعب. بالمناسبة مباراة السودان مش سهلة، حتى لو الأهلي بيفكر في نقطة واحدة، دايماً مباريات الأهلي أمام الهلال في البطولات الأفريقية الأهلي لا يفوز فيها، وبالتالي هو بيفكر في التعادل
مبدئيا بعد كده يفكر في الانتصار. هتقول لي لا طب ما تخليه يفكر في الانتصار وبعد كده التعادل، الجمل اللي هو ايه نضمن بس الاول انه نكسب وبعد كده لو جه التعادل مش مشكله. لا، في اهداف انت بتحققها، في اهداف انت بتاخد بالك منها. شفتوا مازيمبي لما لعب الزمالك، هو جاي يتعادل وتعادل، المهم يكون عندك هدف الاول، عرفت تخطف فوز حلو، ما عرفتش يبقى ما تاخدش المخاطره، عشان لا قدر الله، لا قدر الله لو الهلال خطف هدف في النادي الاهلي في المباراه الاخيره، النوعيه من اللعيبه اللي موجوده حاليا بتتوتر بسرعه، بتخاف بسرعه، مفيش خبرات كبيره جدا في الفرقه، انت بتتكلم في وليد سليمان، احمد فتحي، والباقي يعني بيحاولوا يجتهدوا، وهم لعيبه ممتازه طبعا، لعيبه النادي الاهلي ممتازه جدا، ولكن انا بكلمكم على الحته بتاعه الخبرات وانك تستحمل تلعب تحت ضغط، عشان كده مهم جدا الامور الدفاعيه تتحل، الاخطاء الدفاعيه تتحل من فايلر في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله قبل المباراة اللي هتقام يوم 1 فبراير أمام الهلال السوداني في السودان. المصري النهاردة حقق فوز غالي جدا في الكونفدرالية الأفريقية ونجح إنه يصعد لربع نهائي الكونفدرالية، فاز على نوازيبو الموريتاني بنتيجة 1-0 في الجولة الخامسة. الفوز تأخر، الهدف تأخر، الهدف جه في الدقيقة 85 من ركنية نفذها أحمد ياسر، حولها شوشة برأسية وكملها سعيدو سيمبوري في المرمى عشان يسجل هدف المصري الوحيد. كده المصري مع بيراميدز إلى ربع نهائي الكونفدرالية بعد ما رفع رصيده لتسع نقاط في المركز الثاني، وده صعود متوقع للمصري بجوار بيراميدز اللي خسر النهاردة خسارة تبدو مفاجأة شوية أمام إنجو رينجرز النيجيري، خسارة على ملعبه بهدف دون رد. صحيح بيراميدز ما كانش بيلعب بالتشكيلة الأساسية كلها، ولكن بيراميدز خلاص ضمن الصعود في صدارة جدول الترتيب وأموره محسومة تماما. بيراميدز في الصدارة ب 12 نقطة وبعده المصري بتسع نقاط، رينجرز بخمس نقاط ونوازيبو بنقطتين فقط. تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي بعد هذه المباراة، مباراة بيراميدز ونوجو رينجرز النيجيري، ونرجع نكمل كلامنا. We won the first win we had in the tournament. So we don't know what to happen next. The only thing we do is to see how we can work hard and win our next game and anything can happen. الفوز النهارده وهل ده دفعه معنويه للفريق ولا هو هيبقى عنده امل في المجموعه؟ قال احنا مهم بالنسبه لنا ده اول فوز لينا في المجموعه، واحنا يعني كانت مباراه صعبه امام فريق قوي، لكن احنا هنعمل اللي علينا ومش بنفكر في بقيه النتائج في الوقت الحالي. Yeah, we came with the mindset to have good result. We came with the mindset to have good result and we know they are a good team. That's why we change tactics and strategy, not to give them enough space to play, especially in our half. And it really works for us and they control the game, but we denied them the space they could have gotten to score. So we're happy about it. هو بيقول احنا كنا جايين وعارفين ان المباراه صعبه قدام فريق قوي، لكن احنا حاولنا ان احنا نعمل اقصى ما عندنا وقدرنا ان احنا نخلق فرص وقدرنا منها ان احنا نسجل ونحقق الفوز من بره. هو شايف ان بيراميدز فريق كويس جدا ويقدروا يوصلوا لغايه نهايه المشوار ويفوزوا بالبطوله، لان هو فريق منظم وفريق جيد جدا. احنا يعني ادينا مباراه جيده لغايه اخر 20 دقيقه. ليش شوتون اسمه اوسبيلي؟ احنا حاولنا بس احنا ما قدرناش ننجح في ان احنا ننفذ هدف. فاتنيك اسكوريست يدو بريليكو ناشون باجني المنافس قدر يستغل الفرصه اللي جات له ويحرز الهدف في المباراه. مين كان يدور كاتيز جوفين؟ هو اكيد طبعا لما بتخسر مباراه الجو العام ما بيبقاش كويس. انا كنت بدا مسيري بداية 6 مينوتا بيراميدز نيز سلوجي فورس او تو نوغوم. لما نشوف المباراه ان احنا جالنا فرص كبيره بس ما قدرناش نستغلها. من سوبونا شانس ان اسمه دالي جول. خلقنا فرص كبيره بس ما قدرناش نحدد الهدف بتاعنا. سامي اسمه كريدي. هي دي كره القدم. أنا بحطكم مرة أخرى، مباراة كانت مثيرة جدا جدا بين الإسماعيلي والاتحاد الإسكندري رغم إنها انتهت بالتعادل السلبي، وغالبا التعادل السلبي ده ما بيقولش إن في مباراة مثيرة أو قوية، ولكن كانت المباراة
بينهم حماسية جدا للاتحاد والإسماعيلي والإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية. تعادل سلبي في مباراة الإياب، مباراة إياب دور الثمانية، صعد الإسماعيلي إلى الدور قبل النهائي مستفيدا من انتصاره على ملعب الاتحاد بهدف دون رد. النهاردة ضمن الإسماعيلي الوصول لنصف نهائي هذه البطولة العربية. الاتحاد ضيع فرص كتيرة النهاردة، الإسماعيلي كمان ضيع بالمناسبة، مباراة كانت قوية جدا كده. الإسماعيلي انضم للشباب السعودي أول متأهلين لنصف نهائي هذه البطولة، الإسماعيلي والشباب. بس الإسماعيلي هيواجه مين بقى؟ هيواجه مباراة صعبة جدا في نصف النهائي، هيواجه يا إما مولودية الجزائر يا إما الرجاء المغربي. بالتأكيد مواجهة صعبة جدا، بالتأكيد حاجة مش هينة على الإسماعيلي، ولكن وصوله لهذا الدور أمر جيد جدا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكمل إلى المباراة النهائية ويفوز أيضا بهذه البطولة القوية جدا عربيا. الإسماعيلي بيتحسن، بيتحسن بهدوء يعني، مش بسرعة كبيرة، بيتحسن يعني، بناخد خطوة بعد خطوة. الخطوات بطيئة ولكن في تحسن، نتمنى تحسن أكبر للنادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة. واحد من الفرق بقى الرائعة جدا في مصر هذا الموسم والموسم اللي فات أيضا، المقاولون العرب بيقدم أداء رائع جدا في الدوري الممتاز. كل مباراة نقول هي دي المباراة اللي هيقع فيها المقاولين، هي دي المباراة اللي مش هيكمل فيها المقاولين، المقاولين هيتراجع بعد هذه المباراة، لكن كل مباراة المقاولين بيقدم أداء رائع جدا وبيتمسك بالمركز الثاني بقوة في الدوري الممتاز تحت قيادة جدا. عموما المقاولين تمسك زي ما قلت لكم بالمركز الثاني ب 32 نقطة في الدوري الممتاز، توقف رصيد طنطا عند النقطة 13 في المركز ال 13، بيعاني شوية طنطا في الفترات الأخيرة، ولكن أعتقد إن طنطا من الفرق المؤهلة تحديدا، من الفرق اللي صاعدة من الدرجة الثانية المؤهلة إنها ممكن تكمل فيها الدوري الممتاز، وممكن نتائجها تتحسن في الفترات القادمة. نشوف لقاءات ما بعد هذه المباراة مع الكابتن أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، كابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ومحمد سمير صاحب الهدف الأول للمقاولون العرب في هذه المباراة. وبعد هذه اللقاءات هنروح لفاصل ثم نستقبل ضيفنا الكريم الكبير وخير ختام لهذه الحلقة وهذا البرنامج خلال الفترة القادمة، الأستاذ الكبير أستاذ حسن المستكاوي ضيفي هنا في سوبر تايم بعد الفاصل. الجون هو فيش فرص تقريبا، ضاعت الشوط الأول خالص من فرقة المقاولين العرب. طبعا ببارك الكابتن عماد وببارك المقاولين على الفوز، لكن أنا ما استحقش خسارة النهاردة بأي حال من الأحوال. الكرة ثابتة ومتمرنين عليها كتير وعارفين هي بتعمل في كده، تخش فينا في وسط ما فيش كانش فيه خطوره يعني، في استحواذ لكن ما كانش فيه خطوره. بعد الجون طيعنا ثلاث فرص كنا ممكن نرجع للمباراه قبل ما ينتهي الشوط الاول، لكن ربنا ما قدرش ان احنا نتعادل. الشوط الاول خلص، الشوط الثاني كنا افضل وقعدنا حوالي ثلث ساعه مسيطرين ورحنا وضيعنا. يمكن الكره الجون الثاني اللي دخل، لو كره طاهر اللي دخلت قبليها ما كنتش هزعل، لكن الكره ديت يعني اللعيبه تراجعت قوي في الكوره، كان لازم وانا بنادي من بره اقول قابل قابل قابل، بس هقول قدر الله ما شاء فعل. الخبرات بتحسم امور كتير، ما نستحقش خساره بامانه ما نستحقش خساره خالص. بقول الحمد لله يعني، المكسب مهم طبعا في توقيت مهم بالنسبه لنا، لما تيجي من خساره محتاج ان انت تكسب، برضو بتلعب فريق مش 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 سهل يعني، تعرف الفرقه اللي صاعده للدوري وعنده حلم البقاء في الدوري وكسبان اخر مباراه الجونه. كابتن ايمن المزين عامل يعني حاله كويسه جدا مع فريق طنطا، مجموعه اللعيبه اللي معاه مجموعه محترمه جدا. كنا عارفين المباراه صعبه، لكن هنقول لك توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني، بدايه من بدايه المباراه قدرنا ان احنا نستحوذ، عارفين ان فريق طنطا هينزل تحت الكوره هيدافع بشكل كبير، وده في معظم المباريات. الشوط الاول كان وقت كتير كوره معانا، حاولنا سواء من عمق الملعب او من على الاطراف، لكن الجون جه من كره ثابته، ودي برضو من الحاجات اللي فيها توفيق ربنا. الشوط الثاني يعني هو برضو من خلال التغييرات، وان انت تحافظ على اللي انت بداته، الاستحواذ على الكوره اكتر عشان تقدر تعمل تخلق لنفسك فرص للتهديف اكتر. كان لويس اول تغييره بالنسبه لنا مع طاهر بعد مجهود كبير وغياب 3 شهور، يقدر يرجع وياخد معانا تقريبا من 60 ل 65 دقيقه. نزل لويس قدر يكمل اللي بداه طاهر، وكمان كان موفق في ان هو يحرز لنا الهدف اللي ريحنا شويه الهدف الثاني. برضه استفدنا ان احنا نضيف ايمن حفني، لعيب انت لسه بتسجله النهارده، بتتعاقد معاه يوم الجمعه على سبيل الاعاره من نادي المقاصه، وبشكر له محمد عبد السلام والمقاصه على ان هم قدروا يساعدونا ان ايمن يكون موجود معانا، ورغبه ايمن كمان ان هو يكون موجود معانا في نادي المولين. كنا حابين انه يشارك
مع اللعيبه، يعني ان انت يلحق بسرعه يخش مع اللعيبه، خاصه ان هو عارف ابراهيم صلاح ومعروف، فالتشكيله دي وهي جوه الملعب سهل ان احنا ندخل لعيب بحجم واسم ايمن حفمت اللي يشوفه معانا النهارده وان هو بيتمرن من بدري. بقول لك اللعيبه اللي في الملعب اللي عارفينه او اللي لعبوا معاه قبل كده هسهلوا عليه الامور، زائد برضو نتيجه المباراه، زائد ان ايمن لعيب كبير مش لعيب صغير. اتمنى له ان شاء الله التوفيق معانا، معانا عدد لعيبه كتير في الحته دي وعايزين نستفيد من كل اللعيبه، وده دورنا كجهاز وبرضه دورهم كلعيبه، لكن احنا ان شاء الله عندنا الطموح ان احنا نكمل اللي احنا بداناه ونحافظ على اللي احنا بداناه من اول السنه. والله ده احنا بنسعى للكلام ده من اول الموسم او من الموسم اللي فات، يمكن الموسم الماضي احنا وصلنا للمركز الخامس، كنا بننافس لاخر اسبوعين تقريبا المركز الرابع مع النادي المصري، ما حلفناش التوفيق. السنه دي الحمد لله احنا بادئين من بدري، بدايه من تجميع اللعيبه لفتره الاعداد وتوفيق ربنا بقى في البدايات، ان احنا بدانا الحمد لله كويس وقادرين لغايه دلوقتي ان احنا نحافظ. مطلوب مننا ان احنا نحافظ على الحاله اللي احنا عملناها احنا النهارده في مركز محترم جدا مع النادي الاهلي، النادي الاهلي 36 وانت 32، معدين الحمد لله مجموعه كبيره من الفرق المحترمه اللي هي بتنافس على المراكز الاولى، لكن احنا عارفين الدوري صعب والامور صعبه، مطلوب مننا ان احنا نحافظ اكتر على الحاله اللي احنا عاملينها، والمكسب هيساعدك. يعني انا مفكر كل مباراه لوحدها ان انت المكسب هيساعدك على ان انت تقدر تاخد مركز، لكن الحمد لله احنا هدفنا واضح من اول الموسم ان احنا محتاجين، وانا بقول يعني ده حلم بالنسبه لنا ان احنا نكون في المراكز الاربعه عشان نرجع تاني. زي ما انت بتقول فوز مهم جدا، كنا بنسعى له طبعا بعد الهزيمه الاسبوع اللي فات قدام النادي الاهلي، كنا محتاجين ان احنا نطلع النهارده بنتيجه ايجابيه وثلاث نقط مهمين جدا نقدر نكمل عليهم في مشوارنا ان شاء الله. فزي ما انت بتقول فوز مهم جدا، ثلاث نقط مهمين جدا نبني عليهم ان شاء الله في الماتشات اللي جايه، وندافع، بحاول ادافع عن فريقي وادافع لزمايلي ان احنا ما يدخلش فينا جوال. حته بقى ربنا يكرمني بالاهداف دي حاجه بتاعت ربنا، اكيد تبقى ميزه كويسه ان انت تقدر تساعد التيم بتاعك ان انت تحرز اهداف وتساعد الفرقه ان انت تاخد ثلاث نقط، دي الحمد لله انا بشتغل عليها كويس جدا. زي ما انت بتقول كده حته الاهداف والله مش مركز فيها خالص، اهم حاجه الفرقه تكسب، والثلاث نقط مهمين جدا في مشوارنا. نكمل لها لعيبه كبيره ولاعيبه عندها طموح والجهاز الفني عنده طموح ومجلس الاداره الناس كلها بتشتغل من اول يوم السنه دي ان احنا ان شاء الله نحط المقاولين في المربع الذهبي. زي ما انا قلت قبل كده ان المقاولين بقى له 15 سنه ما دخلش افريقيا، فده هيبقى انجاز كبير لينا، هتحسب للعيبه وللجهاز الفني وللاداره اللي موجوده. احنا بنتمنى ان شاء الله الامور تمشي كويس، وحلفنا التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه، ولسه المشوار طويل، طموحاتنا كبيره وربنا يكرم ويسهلها ويكملها على خير ان شاء الله. خير ختام لهذا البرنامج هو الأستاذ الكبير الأستاذ حسن المستكاوي اللي بشرف دايما بالتواجد معاه بشكل شخصي ومهني. أستاذ حسن مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا كريم، أهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. النهاردة حاجة تفرح منتخبنا لكرة اليد، حاجة جداً مبهرة ومدهشة وكل يوم إنجاز، وبين خلاص عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم. بص، ده من الماتشات الكبيرة في تاريخ المنتخب الأول لكرة اليد. يعني احنا صحيح عملنا انجازات، وصلنا قبل كده دول الاربعه بطوله العالم، عملنا انجازات يعني صحيح، بس النهارده بالتحديد احنا المنتخب اول بيلعب مباراه صعبه جدا. منتخب تونس فريق قوي قوي، فريق طبعا محترم جدا طبعا، بطل افريقيا 10 مرات صحيح، كسبنا 5 مرات، احنا كسبنا 4 مرات بس صحيح، جمهور 15,000، التذاكر كانت خلصت من يومين الماتش النهائي صحيح، ده غير ان احنا ما كسبناهوش في تونس ولا مره، أنا ما كسبناش ولا مرة أبدا في تونس صح. لكن من أول المباراة إحنا ليدنج. أنا متعود من ماتشاتنا كلها بالذات المنتخب الأول يطلع ويسبق وبعدين إيه؟ يقع يخسر صح، أو ما يكملش صح، أو يجي الفرق يقل قوي فتقعد على أعصابك في آخر، أنت النهاردة في آخر 4 دقايق فارق بخمس أهداف، فالأول مرة بصراحة من سنين طويلة صحيح أبقى قاعد بتفرج على ماتش للمنتخب الأول صحيح وأنا أعصابي هادية صح، وصلنا لمرحلة إن خلاص مش هيجيبوا يعني 5 أهداف في 4 دقايق أو يعني دقيقتين ثلاثة كمان مش هيجيبوا الخمس أهداف صحيح. ده من ناحية الشكل العام والمستوى العام للمنتخب. إنما تكنيكيا واضح إن المدرب طبعا مدرب جامد صحيح، المدرب الإسباني طبعا، واضح إن اللعيبة يعني إعداد النفسي، أنا كنت سامعك بتتكلم مع رئيس البعثة، الإعداد النفسي لصعوبة اللقاءات يعني إحنا لعبنا ماتش صعب أوي قدام الجزائر مظبوط، وبعدين الماتش الثاني، وطبعا إحنا يعني أفريقيا بالذات هي على طول مصر وتونس والجزائر وأنجولا الرابع مظبوط بتاعها،
فاحنا عملنا مباراه كبيره جدا. انا بقى اللي يهمني كمان في الحكايه دي ان في مشروع لكره اليد ناجح، يعني في خطه. وبعدين الناس مش واخده بالها، دي خطه بقى لها 30 سنه عملها الدكتور حسن مصطفى لما ابتدى فيها وقاوح وتعب وعمل الدوري المرتبط، بقى كل الانديه الشعبيه بقت اللعبات الثانيه الجماعيه بتقلد حكايه الدوري المرتبط عشان تنمي من مستوى فرق الناشئين. صحيح. لا احنا يعني الحقيقه ماشيين كويس جدا في كره اليد، كاس العالم للناشئين وثالث الشباب وبعدين بطل افريقيا وقبلها تمن العالم منتخب باكو وقبلها تمن العالم طبعا. لا صح. يعني الحقيقه مش متعودين بصراحه. مبروك طبعا. مش متعودين مبروك بجد يعني. طبعا مش متعودين انه حتى لما بقى في اي لعبه تلاقي مثلا المنتخب الاول كويس بس الناشئين والشباب مش قوي، تلاقي الشباب كويس بس المنتخب الاول مش كويس. ما شاء الله دلوقتي الاعمار كلها المراحل العمريه كلها في منتخبات كره اليد متميزه. ما ده المشروع. يعني حتى الانجليز في الكوره اللي هم عندهم احلى دوري واقوى دوري واغنى دوري وحاجه خرافه، عندهم منتخب اول وحش. صح. لكن عملوا مشروع برضه. المشروع ده خلاهم ياخدوا 17 سنه كاس العالم وفريق الشباب كاس العالم لاول مره. صحيح. وابتدى اداء المنتخب الاول يتحسن. مظبوط. ده مشروع الاتحاد الانجليزي لكره القدم. صحيح يعني كانوا منشغلين او الرابطة الدوري البريمير ليج هو اللي شاغل الكره الانجليزيه خالص، لكن ابتدوا يشتغلوا على مش ابتدوا امبارح، دول مبتدئين من 10 سنين. فيعني فكره انك الاتحادات اللي بتشتغل على مدى طويل ده هو ده الطبيعي، هو ده اللي بيفرز في الاخر هذا الانتاج، وده صحيح. الميزه بتاعت الالمان فيما يتعلق بالمنتخبات طبعا، لان هم بيشتغلوا. الناس ما تبصش لكاس العالم الاخيره، يعني الراجل من ساعه ما طلع من روسيا الاتحاد الالماني بقى له 8 شهور عمال يشتغل على اسباب الخساره والتطوير بتاعه المنتخب، والراجل يوكيم لوف غير المنتخب يعني. صحيح. عمال يجيب شباب ويغير منه ومن اللعيبه. فيعني احنا خرجنا من روسيا وخرجنا من كاس الامم ولسه بنلعب بنفس اللعيبه في المنتخب بتاعنا. صحيح. ده المنتخب كره القدم. طيب كره اليد واولمبياد طوكيو 2020 2021 كاس العالم في مصر، وبالتاكيد احنا دايما ايه بصراحه يعني في اي حاجه بنمشي على سطر ونسيب سطر، بنمشي على سطر ونسيب سطر، خايفين اللي هنسيبه ده يكون في الاولمبياد او في كاس العالم. نعمل ايه من دلوقتي ونشتغل ازاي عشان نحافظ على هذه الانجازات الرائعه ان هنشوفها بقى بشكل عظيم جدا في كاس العالم 2021 في اولمبياد طوكيو ان شاء الله. بص اي حاجه في الدنيا بالتدريب. احنا الثقافه بتاعتنا مش مؤمنه بالتدريب. مش بالتدريب ايه بقى؟ التدريب كطبيب، التدريب ك يعني انت تتعامل مع التدريب كانه تدريب، انت بتتعلم. زي الطيار، الطيار الفايتر يعني، الطيار المدني، الطيار انا بتكلم على الطيار عشان الطيار ده حاجه صعبه، ما هياش حاجه سهله، لازم يتمرن، لازم يتدرب باستمرار، التدريب فكره مستمره وفكره ضروريه. جزء من اللي انت بتتكلم عليه ان احنا نستعد باحتكاكات ومدارس مختلفه في كره اليد. احنا بنروح طوكيو، مين اللي هيوصل طوكيو؟ فرق من اسيا، فرق من اوروبا، فرق من افريقيا، نتعامل معاهم تدريبيا بسرعه بخطه اعداد او بخطه تدريب. والمفروض الحقيقه عشان يبقى الشغل صح ان ده كان من سنه مترتب بغض النظر. انت ليك هدف توصل طوكيو. انت بتشتغل بخطه اعدادك على انك انت وصلت طوكيو. صح. مش تيجي بقى النهارده تتفاجئ انك انت نجحت ووصلت طوكيو فتروح تبتدي تعمل اتصالاتك عشان تعمل مباريات في الست شهور اللي فاضلين او السبع شهور اللي فاضلين على دورة طوكيو. لا، العالم ما بيشتغلش كده. احنا دايما عندنا خلط ما بين الاستعداد للبطولة والاستعداد ببناء فريق بخطة طويلة او زمنية مدتها سنتين على الاقل او ثلاث سنين على الاقل. في كل اللعبات طبعا، في الكرة بالتحديد ما بنعملش كده بقالنا 50 سنة. صحيح. فاذا احنا لازم عشان ننجح في طوكيو وبالتالي ننجح في كاس العالم نلعب بقى مع الدنمارك بطلة العالم، نلعب مع فرنسا، نلعب مع تونس تاني في تونس. هايل. نعمل ده.
والا خلاص هنبقى قاعدين على الانجاز ده ومش هنعمل حاجه. اللي عايز يشتغل بيشتغل بجد طول الوقت. صحيح. مفيش حاجه اسمها استعداد لبطوله بس. احنا بنستعد ببناء بمشروع لكره اليد المصريه. زي ما احنا نفسنا يبقى عندنا مشروع للكره المصريه، ما نستعجلش. وطبعا الكوره حاجه تانية، كوره عليها ضغط وعليها نقد وعليها استديوهات تحليليه وعليها برامج وعليها واحد زي حالاتي بيقعد يتكلم على الكوره كتير جدا وانا قاعد كده في التكييف، وحاجه جميله. بس الحقيقه احنا لازم نتكلم لان ده الواقع اللي احنا شايفينه. بس كمان الاتحادات بتاعت الكوره اللي جت على مدى 30 او 40 سنه لازم تعمل مشروع تشتغل خطه طويله. وانا لو قعدت اتكلم على الحكايه دي ممكن نضيع الحلقه، لان احنا ما عندناش مشروع في الكوره خالص. خالص من سنين طويله. ولا دوري محترفين ولا ملاعب بمدرجات ومش عارف ايه ومخارج ومداخل، يعني حاجات كتيره، ولا اكاديميات ناشئين ولا معسكر اعداد بجد. يعني اللي في 6 اكتوبر اللي هو الموقع الخاص بالمنتخبات الوطنيه، يعني شوف فرنسا عندها حاجه اسمها كلي فونتين، معسكر طويل، هو ده الجامعه بتاعت الكره الفرنسيه. ما عندناش احنا الحاجات دي، ما عندناش ناس اجيال ميشيل هيدالجو بطل كاس امم اوروبا في فرنسا مع منتخب فرنسا، بقى هو المدير الفني للاتحاد الكره الفرنسي، وهكذا كل واحد بياخد بطوله عالم من المدربين او بيعمل انجاز هو اللي بيدير فنيا الاتحادات. احنا ما بنعملش، ما نشتغلش ده، احنا سايبين اعضاء بتوع الاتحادات عندنا فاهمين ان هم الصح. عايز اقول لك بس بالمناسبه، يعني اتفضل، الاتحاد الانجليزي في 2013 ما كانش فيه ولا واحد لعب كوره قبل كده، ولا واحد من البورد بتاع الاتحاد الانجليزي كان لعيب كوره. المهم يكون بيدير كويس. هنا بقى الفكره ان كل واحد لعب كوره هيدير كويس، مش صحيح، مش صحيح خالص يعني. الاداره دي عايزه حاجه تانية خالص غير انك انت تكون لعبت كوره يعني. ممكن يكون بيلعب كوره بس بيدير كويس، بس احنا بنتكلم هي مش قاعده. زي ما في مدربين عظماء جدا في تاريخ الكره العالميه اخذوا كاس عالم ما كانوش لعيبه كوره، او يعني ما كانوش لعيبه عظيمه قوي يعني. ما كانش لعيبه عظيمه. لا احنا الشغل ده شغل عايز ناس متصله بالعالم وناس واخده بالها من الدنيا بتتطور ازاي، لان حتى كمان الكوره بتتغير كل سنتين. فما ينفعش النهارده حضرتك وانت واقف تقدم البرنامج النهارده تقول لي الدفاع بتاع الاهلي عنده مشكله. لا، ده النادي الاهلي كله عنده مشكله دفاعيه. يلا بينا، انا كنت لسه هكلمك على الاهلي النهارده. مش دفاع النادي، مش دفاع النادي الاهلي. الاهلي النهارده فاز على النجم الساحلي فوز مهم جدا كنتيجه، ولكن الاداء فعلا ما كانش مرضي لمعظم الجماهير. اتفضل حضرتك بقى. بص بقى، اتفضل. احنا دايما متصورين ان احنا بنروح ماتشات صعبه، يعني فوره من 6. مين قال كده؟ مين قال ان الكوره فوره من 6 وهنكسب بقى والماتش من اتجاه واحد يعني، والتاني جاي مسلم؟ مين قال كده يعني؟ صحيح. احنا عشان انت ما انتش راضي وانا مش راضي وجمهور الاهلي ممكن يكون مش راضي على الفوز ده. بس ما تشوف النجم الساحلي لعب ازاي، مين اللي صعب الماتش؟ طيب لو ليه الماتش كان صعب على النادي الاهلي وليه النجم الساحلي صعبه؟ مع ان النجم الساحلي النهارده في حاجات انا بستغرب ازاي ما عملهاش. فين الطرفين بتوع، فين الظاهرين بتوع النجم الساحلي اللي بيطيروا من الشمال واليمين وبيعملوا كرات عرضيه اللي بيميز بيها الشمال الافريقي؟ ليه النجم ما عملش انكماش وعمل هجوم مرتد وهجمات مرتده باستمرار ويسرق، يضحك علينا ويسرق كالعاده هدف ولا اتنين؟ ازاي ضغط في 6 و7 لعيبه في نص ملعب نادي الاهلي باستمرار؟ ازاي اكبر اجاييه علشان يدافع اكتر مما يهاجم؟ ازاي خلى اليو ديانج اللي هو لا ده هو نجم الماتش النهارده في نادي الاهلي. لانه عمل مجهود جبار، هو مين؟ هو والشناوي. ازاي هاني ما اشتغلش طول ال 90 دقيقه من الناحيه اليمين؟ طب ازاي كمان
علي معلول اشتغل في الشوط الاول شويه وبعد كده ما قدرش يشتغل، ما اشتغلش بتعليمات او من غير تعليمات في الشوط الثاني. النجم هو اللي عمل ده، النجم الساحلي فرض على الاهلي ده. الناس مش واخده بالها ان الاهلي في 12 مباراه في الدوري بتاعنا الجميل ده تعرض لخمس مباريات فيها مواقف دفاعيه ما تعرضلهاش في ال 12 مباراه، قدام الاتحاد السكندري وقدام الاسماعيلي وقدام وادي دجله وقدام المقاصه وقدام المولين العرب اخر ماتش. اما الاهلي تعرض لهذه المواقف الدفاعيه من في الخمس قدام الخمس فرق دي، كان في كان في كان في حاله تعب عشان يكسب اللقاء. عمل مجهود كبير عشان يكسب اللقاء لان الاهلي مش متعود انه يتعرض لده. مين بقى الاهلي بقى؟ مش رامي ربيعه وياسر وايمن اشرف. الدفاع مهمه مركبه في الكوره دلوقتي. والهجوم مهمه مركبه. هو الناس تبص لليفربول يقول لك اه ايه ده؟ ده صلاح وفيرمينيو وساديو ماني، حاجه عظمه جدا. الثلاثه دول من غير السبعه اللي وراهم ولا حاجه. لو التلاتة دول بيلعبوا في فرقة تانية وما فيش معاهم السبعة اللي وراهم دول مش هيظهروا بالمستوى ده. طب بس حسن، ما كنتش هقطعك بس بما حضرتك قلت المثل ده فيعني كنت مستني للآخر يعني. بس بما انك ذكرت ليفربول، طب لو فان دايك مش موجود في تشكيلة ليفربول دفاع ليفربول هيبقى عامل ازاي؟ والدفاع زي ما حضرتك بتقول مجموعة بتدافع مع بعض. انا كنت كلامي على الدفاع مركب. أنا حاجة مركبة لو تسمح لي يا حسن. لا أنا كلامي على الدفاع على المستوى الفردي. يعني طبعا أيوة. المستوى الخطي برافو عليك يا المستوى الفردي يعني. في بعض المشاكل. رامي مش هو رامي، ياسر أيوة. مش هو ياسر، أيمن حتى لما بيلعب مش هو أيمن. فممكن الخط زي ما حضرتك بتقول ممكن لازم كله يساعد طبعا، ده طبيعي دي الكورة، ولكن هي الأزمة في المستوى الفردي لكثير من اللاعبين. تمام هايل. ده هو ده اللي أنت بتقوله ده صح 110%. ليه بقى؟ لما أقول لك إن الفرقة اي فرقه، الفرقه القويه، الاهلي قوي في الدوري بتاعنا لانه جماعيا هايل دفاعيا مقارنه بالدوري بتاعنا طبعا، عشان بس الفرق بين المستوى بين الاهلي والفرق الاخرى. دفاعيا كفرقه بدليل دخل فيه 4 اجوان ومدخل 35 هدف. صح. واللي مدخل ال 35 هدف في الاهلي 12 لعيب كتير كمان، عدد كبير. الاهلي في ماتشات الدوري بيلعب تقسيمه في ال 18 بتاعت اي فريق بينافسه. صحيح. ما بيقدرش ده النهارده مش قادر يخش ال 18. صحيح. ما دخلش خالص ال 18 تقريبا الا بكورتين اتعملت فيهم كره جمله سريعه جاب منها هدف اجاييه، والثانيه السوليه والشحات. صحيح. كان ممكن يجيب بيها الهدف الثاني، انما صحيح. الاهلي مش قادر يدخل ال 18. ده النجم، يعني النجم هو اللي عمل ده. ده نمره واحد. نمره اثنين الجزء الفردي بقى اللي انت بتتكلم عليه. اللعيب المصري، وده لازم نعرف ان ده مشكله عندنا فيما يتعلق بالقوه البدنيه والسرعات. النهارده ياسر ابراهيم ربيعي اللي اسمه ايه؟ كريم العريبي. كريم العريبي عمل سبرنت في مترين وخد ياسر في ظهره وعمل انفراد مع الشناوي. صحيح. فالشناوي تصدى وقفل الزاويه وانقذ هدف. وكان يعمل واحده ثانيه لولا اليو جانج الحقيقه. بالظبط. اذا احنا السرعات اللي هي في المسافات القصيره المترين والثلاثه عندنا مشكله. صحيح. السرعات في ال 50 متر ده مشكله كبيره. صحيح. دايما بنتغلب فيها. ده مشكله فرديه. صحيح. القوه البدنيه الاشتباك كل الالتحامات بتاعتنا بتطير مننا الكوره. صحيح. ده غير البوزيشن كمان يا كابتن. يعني طبعا. تحس يا استاذ حسن رامي ربيعه بره البوزيشن بتاعه. ياسر بيخرج من البوزيشن بتاعه، في لعيبه بتيجي من وراهم، في لعيبه بتيجي يعني في لخبطه. انت بتقول رامي ربيعه، رامي بيعمل حاجه، عمل حاجه النهارده انا استغربتها الحقيقه. يعني هو السيرد باك احد قلبي الدفاع هو وياسر. صحيح. رامي كان بيضغط وبيدافع وبياخد يستخلص كوره من فريق النجم عند ال 18 بتاعت النجم. عشان يعمل التغطيه دي يرجع تاني يعمل التغطيه دي تبقى مشكله. صحيح. هل دي تعليمات؟ هل دي تصرف فردي منه ولا من المدرب ان هو يتقدم ويخترق؟ وهل مش كفايه يعني مش لازم يبقى في انفلات دفاعي؟ يعني لازم يبقى في تنظيم.
التنظيم ده جزء منه ان الفرقه كلها بتلعب في 30 متر او في 20 متر او في 25 متر. فايلر نفسه لما شاف اول ماتشين للاهلي على الفيديو مع الزمالك في كاس السوبر مع بيراميدز قال انتوا زي الاهلي بيلعب في 70 متر و60 متر، فرقه واسعه قوي وبعيده عن بعضها، لازم اللعب يبقى في 30 متر وهكذا يعني. فهي مساله في مشكله لعيبه على المستوى الفردي ومشكله تكتيك على المستوى الجماعي ورؤيه ايه هي المهارات بتاعت الكوره دلوقتي. عشان كده لما انا كنت بتكلم معاك قبل ما نطلع الهواء على اليو باجي، هو لمس الكوره مرتين لكن تشعر ان هو لعيب كويس قوي، لعيب واثق من نفسه، لعيب عنده مهاره، لعيب رجليه ثابته في الملعب، ما تخبطتش في بعض، ما تخضش ما تخضش بتاع حاجه. وبعدين انا عجبني جدا انه كان على الدكه النهارده، وكنت اتوقع انه يبتدي يعني، ليه لا يعني. هتقول لي انسجام ده سنه 60. اشكرك يا استاذ حسن والله ان انت قلت الجمله دي، عشان دايما اللعيب الاجنبي اللي بيجي مصر لازم يقعد مثلا 6 7 8 مباريات عشان يلعب، رغم ان انت جايب لعيب اجنبي المفروض ينزل بطريقه. صلاح لما راح ليفربول مش كان اجنبي؟ نزل لعب، ده لعب تاني اسبوع، ده بول بوجبا جابوه من الطياره على مباراه لمانشستر يونايتد يعني، اللي هو ما فيش. هنيجي نتعلم اللعيب بقى، يقول لك بقى اللعيب بقى الجديد ده اللي جاي للاهلي جديد نعلمه يتحرك ازاي، المفروض انه شاف الفرقه بتلعب ازاي وبيتدرب مع الفرقه بقى له اسبوعين ثلاثه. صحيح. لا وانت جايب لعيب كواليتي كبير يعني مهم المفروض، فانت المفروض اللعيب ده يعرف ينسجم مع اي توليفه. لما تجيب بقى ولد عنده 10 سنين او 7 سنين هتعلمه ازاي يستقبل الكوره وازاي يمرر الكوره ويوش رجله اللي بره وصباعه الكبير الصغير ولا صحيح. لكن اللعيبه الكبيره دي المحترفه مش محتاج تعلمها الف ب الكوره يعني، ولا صحيح. الف ب التحرك صحيح، ولا الف ب التكتيك صحيح، لان دي حاجات كلها ثقافات بتبقى راسخه في ذهن اي لعيب محترف كبير يعني. بالتاكيد. فاحنا لسه بنتكلم في حاجات الحقيقه يعني المفروض ما نتكلمش عليها دلوقتي، هو المفروض كان من زمان نبقى عارفينها. هنكمل كلام عن النادي الاهلي وطبعا مباراه الهلال القادمه، المباراه الصعبه، وهنتكلم كتير طبعا عن نادي الزمالك، الزمالك الذي ضمن صعوده للدور القادم دور الثمانيه في دوري الابطال. نروح لمؤتمر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي بعد هذه المباراه، بعدها لفاصل ثم نعود ونستكمل حديثنا الممتع جدا مع الاستاذ الكبير حسن المستكاوي، خليكم معنا. سعداء احنا كسبنا المباراه دي، المباراه كانت قدام خصم كبير زي النجم الساحلي، الماتش بدني كان فيه يعني في كان حاله بدنيه بتاعت الفرقتين كانت كويسه وكان فيه التحامات كتير. احنا الشوط الاول اول 45 دقيقه لعبناهم كويس وسجلنا هدف، الشوط الثاني لحت فرصتين او اكثر للفريق التونسي كان ممكن يسجلوا، واحنا برضو حاولنا يعني ان احنا نسجل في الاول شوط الاولاني عشان عارفين لو سجل الشوط الاولاني او سجل بدري بيقدر يعني يمسك المباراه اكتر، وده اللي حصل وعرفنا نعمله، واحنا مبسوطين حتى في المباراه. طبعا كان فوز مهم بالنسبه لنا عشان ننافس في دوري المنافسه، ما بحبش زي كل مباراه بقول نفس الكلام بتسالونا عليه لعيب بيلعب ولا لعيب ما بيلعبش، ما بحبش اوجد اعذار او اتكلم. انا عندي 11 لعيب في الملعب وسبع لعيبه في الاحتياط واللعيبه بره، اللعيبه كلها عندي مهمه وقفشه زي اي لعيب تاني مهم عندي، هيجي وقته هيلعب. اللعيبه كلها بتلعب على حسب ماتشات، مش اكيد في عذر بيتحس عشانه، بس طبعا مش هقوله في مؤتمر صحفي، بس ده مش معناه ان هو لعيب مش مهم او في عنده قصور، لا هو الماتش ده مش ماتش ممكن يبقى ماتش تاني ماتش. طبعا اول حاجه طبعا طبيعي حد يكون من طبيعه الاهلي على راس المجموعه بيقول فعلا ان هو ده طبيعي للاهلي، بيقول لك الماتش زي بتاع النهارده ماتش قوي وطبعا لازم تستفيد من الخساره دي، لان طبعا ده في الشامبيونز ليج واحد بنشوف ماتشات كتير، بنشوف برشلونه ممكن بيخسر في ماتشات بيخسر مفاجآت، فاحنا كنا عايزين نتجنب المفاجآت فلعبنا. فعشان كده عندك اللعيب جاهز، لازم يبقى في سيستم تسديد، لازم يبقى اللعيب بيدي فرصه للاساسي الاحتياطي ونفس الفرصه كلهم نفس الجاهزيه. اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني الاستاذ الكبير الاستاذ حسن المستكاوي. قبل ما نقفل ملف النادي الاهلي استاذ حسن، الموقف في مباراه السودان، مباراه 1 فبراير امام الهلال السوداني، الاهلي محتاج تعادل او انتصار، مطمن؟ عايز اجابه صريحه؟ لا مش مطمن، لان اولا الهلال اماله وطموحه عالي جدا بعد الفوز المهم قوي اللي عمله على في اخر مباراه في الدقيقه قبل الماتش ما يخلص باربع دقائق،
ده كان فوز مهم قوي 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 على بلاتينيوم. صح. الهلال الكرة السودانية ليها تاريخ كبير قوي. صحيح. وما هي من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، وكمان يعني خدت البطولة. الرياضة الجماهيرية كان في رئيس السوداني الأسبق جعفر نميري عمل حاجة اسمها الرياضة الجماهيرية أضعفت وقادت على الكرة السودانية في هذا الوقت. فالهلال والمنتخب السوداني والشعب السوداني كله نفسه أو يطمح في إنجاز على المستوى الأفريقي بقى. صحيح. الهلال على أرضه أسد، مفيش ما يعني أسد يزأر. صحيح. وأنا شفت لهم ماتشاتهم هناك مع جمهور ألترس الهلال حاجة فظيعة. حماس منقطع النظير الحقيقة. صحيح. يعني وفي السودان الأهلي لم يفز غير على المريخ في كأس الكؤوس الأفريقية، ما فاز كمان على الهلال السوداني. فالأهلي هيروح يلعب مباراة صعبة جدا. كيف يتعامل مع هذا الحماس المثير جدا عند جمهور الهلال ولاعيبة الهلال؟ هو ده التعامل. أنا مش أتكلم فنيا، أنا بتكلم على التعامل مع هذا الحماس. مش أي حد، مش أي لاعب يقدر يتعامل مع هذا الحماس. لعيبة النهاردة في مصر وكانت متوترة جدا وبيلعبوا على أرضهم، تنصح بإيه؟ المفروض يعملوا إيه؟ الجهاز الفني يعمل إيه مع اللعيبة دي قبل هذه المباراة اللي هيبقى عليها ضغط نفسي عظيم؟ يروح بدري. يروح بدري ويعمل تمرين ويعيش الأجواء بتاعة الصحافة السودانية ده. ويعني ما يبقاش يتفاجئ بكل الجو المسيطر على المباراة يوم المباراة أو لحظة نزول الملعب. صحيح. لازم اللعيبة بتاعت نادي الأهلي تشرب هذا الجو بق شوية شوية. صحيح. على مدى عشان يبقوا عارفين هم نازلين الجو شكله إيه. بالتأكيد. ويتابعوا تمرينات الهلال، يشوفوا تمرينات الهلال هتبقى شكلها إيه. صحيح. من الجمهور يعني. النهاردة المصري بيصعد للدور القادم في الكونفدرالية الأفريقية رفقة النادي نادي بيراميدز. والمصري وبيراميدز لو بصيت على مستوى البطولة بشكل عام تحس إن البطولة بتنده لبيراميدز، يعني على حسب الأداء والمستوى ومعاه النادي المصري. المصري حسيته تحسن شوية ولا المصري ما زال هو البطولة الأفريقية غير البطولة المحلية الدوري الممتاز؟ لا يعني المصري حتى محليا وأفريقيا مش يعني لما يكسب 3-2 وزيبه مثلا في الماتش اللي كان كسبه ويبقى ده فرحة كبيرة جدا على المكسب. يعني انت بتلعب مع فريق ضعيف يعني جدا يعني وكسبته 3-2 اعتقد في اخر دقايق من اللقاء. يعني ماتش كان سهل يعني. بيلعب مع البيراميدز ومع المصري فرقتين سهلين جدا، إنيجو رينجرز و ونوازيبو. الطبيعي ده من اول جوله كلنا بنتوقع ان البيراميدز والمصري هيتاهلوا انما الاداء بتاع المصري كاداء جماعي بشكل عام يعني سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه لا اقل مما كنا نتوقع. كان لازم يبقى احسن من كده يعني. حتى بيلعب النهارده قدام نفس الفريق الضعيف ومع ذلك يعني ما بصعوبه يعني خطف الهدف في الدقيقه 85 او 86 يعني. المصري كنا متصورين مع بيراميدز. انا فاهم بيراميدز ليه عمل كده النهارده عشان بيريح 4-5 اساسيين، ولو ان بقول ان الفرق الكبيره غالبا لما بتريح 3-4 بتكسب برضه. ما بقولش يعني ليفربول خسر بخمسه عشان لعب فريق ناشئين كله بسبب كاس العالم للانديه. مظبوط. فانت لو هتلعب بناشئين انا هقول لك يعني الله يسامحك. لكن انت بتلعب 6-7 اساسيين ومريح 3-4. صحيح. وانت فريق كبير او بتقول انك انت فريق كبير لازم تكسب. صحيح. دي بقى ما كانتش شغلانه المدرب بس. لا اللعيب نفسه نازل ماتش يعني عنده شعور بانه متعالي عليه يعني. او انه ماتش سهل او انه ماتش مش محتاجه. ما فيش في الشغل حاجه مش اسمها انا مش محتاج. طيب كابتن استاذ حسن، لو اعتبرنا انه المستوى الفني البيراميدز افضل من المستوى الفني للمصري بضوء النتائج اللي حتى الحواوي قصاد بعض يعني بيراميدز فاز على المصري مرتين، هل المصري ممكن يلحق
او يقرب من بيراميدز في المنافسه على هذه البطوله من الناحيه الجماهيريه؟ يعني الجماهير طبعاً تديله درجتين مثلا؟ لا ما هو يعني 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 المصري بيلعب زياده لاعب على عن بيراميدز. الجمهور سند كبير جدا وسند عظيم جدا بس مش دايما. احيانا الجمهور ده بيبقى ضغط، وسيله ضغط يخلي اللعيب يتوتر واعصابه. وانا مش فاهم ازاي نحن كلعيبه مصريين نقول جمهورنا بيضغط علينا. يعني الجمله دي تسمعها وكنا بنسمعها زمان لما يعني الاعلام والصحافه يطالبوا يروحوا للمنتخب، الجمهور يروح للمنتخب بعدد كبير فيروح 100,000، فالمدربين يطلعوا بعد المباراه يقول لك اصل الجمهور والشحن المعنوي الزائد. الله، وانتوا عايزين ايه؟ عايزين جمهور يبقى في الملعب ولا لا؟ ولا مش عايزين جمهور وتلعبوا مسرح صامت؟ صح. ولو الجمهور ده بيضغط عليك لما بتروح تونس تقول اصل جمهور تونس ضغط عليا، جمهور المغرب ضغط عليا، يعني طب انت عايز يعني ايه؟ الجمهور في العالم كله بيضغط مكسب على الخصم لفريقه وبيضغط على الخصم وبيضغط على الخصم. هو انت جمهورك انت اللي يضغط عليك انت؟ ايه صحيح. ايه الحكايه دي؟ صحيح. انا مش فاهم بجد. في جمل صح زي ما حضرتك بتقول كده بتبقى يعني بتتقال بتتقال وخلاص، وبقالها سنين برضه. صحيح بتتقال والسلام. يعني جماهير النادي المصري بدات تشك في الكابتن ايهاب جلال بعد موسم رائع الموسم الماضي والوصول للمركز الرابع، بدات تقلع من الكابتن ايهاب جلال؟ العلاقه بينهم ممكن تكون اتوترت شويه؟ انا مش عارف يعني هل هي مساله انه عايز لعيبه وما جاتش او عايز تعزيزات للفرقه وما جاتش. انا الحقيقه يعني يعني انا شاهدت لإيهاب جلال كتير يعني طبعا يعني مهنيا وصحفيا وعلنا وانا كمان مش علنا يعني يعني لكن انا بقول رايي دلوقتي. صح. إيهاب جلال لا يقدم مع المصري ما يجب ان يقدمه او ما كنت اتوقع ان هو يقدمه. تجربه الزمالك انا مررتها انا فاهم بالضغوط برضو ان هو قاعد في ظهره ضغوط لكن المقاصة كان رائع وعمل حاجة جميلة جدا. انا توقعت ان هو المصري يحقق نفس النجاح. صحيح. يعني المصري مع حسام حسن بوضوح يعني عمل شكل شكله واضح ما فيش عليه خلاف. بس هو كابتن ايهاب جلال الموسم الماضي عمل موسم هايل جدا وانقذ المصري، كان المصري في مرحله صعبه جدا. الموسم ده تاثر ثانيه واحده معلش يا كريم اتفضل تحت امرك. الانقاذ ده اسهل بكتير من التفوق والابداع. يعني ما في فرق في مصر قعدت سنين بالتاجر بالبقاء في الدوري الممتاز. صحيح. ولعيبه بالتاجر بالبقاء مجرد البقاء ولانها لا تستطيع ان تتاجر بالبطوله، مش هتقدر تاخد بطوله. فلو يعني ايه الانقاذ يعني؟ طيب طيب انا يعني المنطق ده مش شايف الابداع والتفوق صعب قوي لكن الانقاذ ده ممكن سهل. إيهاب جلال تاثر بموضوع المنتخب؟ شويه اكيد يعني ما اعرفش تفاصيل يعني لكن لا ده قرايتك يعني اكيد ما نعرفش هو اكيد القصه كانت غريبه جدا انه لغايه يوم الاربعاء بالليل هو اللي هيدرب المنتخب الاربعاء الفجر الخميس الفجر لا مش هو واللي حصل اللي حصل حصل اللي حصل هل يبدو إن او يبدو عليه ان هو متاسف وده معلش بس ده ليس طعنا في حسام البدري طبعا لا يعني اسم كبير ومدرب يعني كبير يعني كابتن حسام البدري انا بشهد وقلت كتير أن الأهلي يوم ما فاز بالبطولة في الولاية الثالثة لحسام البدري كان أحسن فريق بيلعب كرة جماعية في مصر. صحيح. يعني اتفق مع حضرتك. اتفق مع حضرتك. بالتأكيد نروح للقاءات بعد هذه المباراة، مباراة المصري ونوازيبو، أجراها زميلنا المميز عمرو نبيل. نشوف وبعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا مع الأستاذ الكبير حسن المستكاوي، خليكم معنا. مبروك الفوز النهارده الغالي، كان محتاج ليه طبعا جماهير ولاعيبي النادي المصري في توقيت حرج جدا. والله عمرو الحمد لله النهارده على المكسب، المكسب النهارده كنا محتاجينه جدا، كنا محتاجينه عشان نصعد لدور الثمانيه ومحتاجينه كمان عشان نرجع الثقه اللي احنا ان شاء الله نقدر نكملها في الدوري باذن الله. واحنا النهارده زي ما انت شايف الكوره عندنا النهارده ضعنا كتير جدا بس الحمد لله قدرنا في اخر دقيقتين اللي احنا نكسب وان شاء الله بنفكر في الدوري الفتره الجايه وباذن الله نحضر ان شاء الله لدور الثمانيه باذن الله. احنا كان نفسنا الجمهور النهارده يحضر كله
بس عادي ظروف ماتش وان شاء الله نقدر نساعدهم في الماتشات اللي جايه كلها اذا كان دوري ولا كونفدراليه او كاس ان شاء الله باذن الله. الحمد لله رب العالمين، مكسب مهم اهلنا للدور القادم. يعني ماتش النهارده يعني صعبنا على انفسنا نحن، يعني ماتش كان يخلص 3-4 اهداف من بدايه الشوط الاول، بس صعبنا على انفسنا. ان شاء الله الدور القادم نديروا اللي علينا ونتاهلوا الدور اللي بعد ان شاء الله. النهارده العديد من الفرص المهدره، النهارده مفتاح، النهارده اهدر العديد من الفرص. النهارده احسوا ايه للجماهير المصري طبعا بعد الفرص دي؟ اول شيء يعني نعتذر لزملائي والطاقم الفني والجماهير، سوء توفيق. ان شاء الله الماتشات الجايات ان شاء الله يكون نستغل الفرص هذينا بشكل كويس ان شاء الله. مفتاح طقطق احد العناصر المتميزه في الفريق المصري وايضا المنتخب الليبي، ووجود طبعا المنتخب الليبي مع المنتخب المصري في تصفيات امم افريقيا المؤهله لكاس العالم. والله يعني الشيء هذا يعني بمساعدة زملائي وزملائي في المنتخب، وان شاء الله يعني يقدموا شيء كويس في تصفية كأس العالم ونتأهلوا ان شاء الله باذن الله. وجودكم مع المنتخب المصري ازاي؟ شيء طبيعي زي اي منتخب، وان شاء الله نقدموا اللي علينا ونشرفوا جماهير الليبيين ان شاء الله. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، لسه مكملين حوارنا مع الأستاذ الكبير الأستاذ حسن المستكاوي. أستاذ حسن، الزمالك صعود الحمد لله إلى دور الثمانية في دوري الأبطال، صعود في المركز الثاني خلف مازيمبي قبل مباراة الجولة الأخيرة، ولكن برضو أداء الزمالك يقلق، يعني الناس مش مطمنة قوي من أداء الزمالك حتى مع تحسن النسبي في الاداء عن الفترات الماضيه. كان في تحسن شويه في الشوط الاول قدام زيسكو. يعني في يعني بعض اللمسات كده بس تشعر انها فرديه مش اداء جماعي يعني. بعدين يعني انا بتكلم على الشوط الاول تحديدا، لكن الزمالك كمان حابب كلام على زيسكو ولا مازيمبي؟ قصدي اسف مازيمبي. قدام مازيمبي. مازيمبي برضو نبص هو جاي عايز ايه، وعشان كده تعب الزمالك جدا لانه جاي عايز النقطه بتاعت التعادل، بدليل صحيح. انه لما انتهت المباراه كانوا اللعيبه بتاعت مازيمبي يعني بتتبادل التهنئه مع بعض بينها وبين بعضها. يعني الزمالك عايز يبقى احسن جماعيا قدام في ال 18 او قدام ال 18، الباسنج بتاعه، التمرير، الجمل، ما تحسش ان في فعلا جمل بتتكرر او جمل بتتعمل من ناحية الهجومية يعني. انت عندك في يعني تركيز قوي على ان مصطفى محمد ياخد كرة عرضية، فباستمرار في الكرات العرضية دي شغالة على الفاضي والمليان يعني. ما لازم في حاجات بدائل تانية يعني، لان ممكن الدفاعات تبقى الطوال مش عارف ايه الاقوياء يقدروا ياخدوا الكرات العرضيه دي، رغم ان مصطفى عمل واحده بضربه راس رائعه هايل بشكل جميل جدا، هيدا الرائع بصراحه. انما ما بتبقاش ده الحل على طول، وبعدين مش معقول ابدا انت محتاج تكسب مثلا فيبقى كل لعبك على جناح واحد والناحيه التانية واقفه عطلانه اللي هو عبد الشافي. يعني الحلول كتيرة في الكورة، بس انت عندك القدرة انك تستخدم كل الحلول، ولا هي الحكاية كعب من شيكابالا ومهارات شيكابالا هي اللي تظهر فالناس انا يعني حتى قلت الله يا شيكابالا. طب بس وبعدين الفرقة كلها لازم تكون بتلعب مع بعضها وبتتحرك كتير وبتعمل جمل وتبقى اعصابها هادية شوية، مش مستعجلين، مش مضغوطين، برضو نفس الكلمة اللي احنا بنقولها كتير جدا. طبعا بن شرقي واحد من اللعيبة المهمة قوي، بيلعب في المساحات الضيقة كويس قوي، لكن أصيب قبل في التسخين صحيح، وعمل تغيير، خسر تغيير بدري يعني صحيح. إنما الزمالك جماعيا لازم يبقى أحسن من كده، ولازم برضو الفرقة تقرب لبعضها شوية، لازم الفرقة تبقى بتلعب في مساحة ضيقة. فرجاني لسه مرجعش؟ لا فرجاني ما يعني مش معقول طارق حامد هو اللي بيكمل من خط الوسط وهو اللي بيغطي، وفرجاني ساسي بمهاراته وابداعاته اللي كان بيعملها مش هو اللي بيكمل ولا هو اللي بيحاول طول الوقت يبقى المهاجم اللي جاي من ورا يعني. صحيح. النهارده في الاهلي
اللي بيعمل المهاجم اللي جاي من ورا السوليه بيعملها كتير جدا. صحيح. فرجاني هو اللي لازم يعمل ده في الزمالك لان مهاراته اعلى، ولان طارق حامد مكلف بادوار تانية صعبه جدا، هو اللي بيغطي خط منطقه وسط الملعب دي كلها دفاعيا. صحيح. فمش معقول طارق هو اللي بيكمل. اه ده تطور مهم من ناحيه طارق، لازم لازم كمان هو يكمل. بس ما يبقاش هو بس اللي بيكمل. لازم مره فرجاني يطلع يكمل. اه فرجاني بيطلع صحيح، بس بيطلع يعني ايه، بيقول اديني طلعت. اه اللي هو يعني تاديت واي. لكن مش هو فرجاني. فرجاني كان السنه اللي فاتت منور. طبعا طبعا يعني بيعمل كل حاجه في الكوره. طبعا طبعا. انا بس مش عايز دلوقتي ياخدني واختم واسالك وما اسالكش يعني على الفار هيطبق مع بدايه الدور الثاني في الدوري. متفائل؟ هو الفار لازم كل مجالس ادارات الانديه واللعيبه والمدربين يعرفوا الاول ايه هو الفار وامتى، او الفي اي ار زي ما الناس بتقول يعني. طبعا الاختصار. الاختصار يعني لازم يعرفوا ايه هو وايه هي الحالات اللي ممكن، لان انا المشهد اللي انا شفته من لعيبه مانشستر يونايتد في احتجاجهم على الحكم في ماتش ليفربول، طبعا الاتحاد الانجليزي عاقبهم طبعًا. عاقب مانشستر يونايتد طبعا، انما عاقبه ليه؟ عشان الاعتراض على الحكم. صحيح. ما ينفعش ده بالطريقه اللي انا شفتها في الدوري الانجليزي. لو عملناها في مصر هنا الماتش هياخد له ساعتين. اعتراضات هو ما ينفعش ابدا ان اللعيبه هي اللي تطلب الفار. وده انا يعني لا يعني الحقيقه احنا يعني ما نطبقوش موضوع الفار ده. وبعدين الفار ده لازم يبقى لكل الانديه. ما هو هم اتفقوا قالوا كل المباريات، بس هل مش المفروض نطبقه؟ يعني مش الفار دي حاجه كويسه وحاجه صحيه وتقليل الاخطاء؟ يا سيدي نطبقه. ما هو لازم نطبقه. صحيح. زي عين الصقر كده، ما احنا عايزين نطبقها برضو. بالزبط. في المرمى بتاعنا عشان الكره اللي بتعدي وما حدش بيشوفها، لكن لازم نبقى كلنا حتى الاعلام يبقى فاهم ايه هي ايه هو البروتوكول بتاع الفار. صحيح. امتى الحكم يقرر، امتى الحكم يعني ايه لعبه تستمر والحكم يطلع بينالتي وبعدين يطرد الحارس المرمى وبعدين الفار يرجعه لوسط الملعب عشان يعمل فاول كان على... لا لا ده لو اتعملت في مصر دي انها الحرب العالميه الثالثه. حرب. طبعا ما حدش هيفهم ده. هيقول لك رجع لي انا عايزه جول يا عم، الفار يعني ما حسبهاش، انا عايزه جول. هقول لك حاجه بصراحه يعني انا بعترف انا اتريقت على الحكم انه عمل كده في ماتش باريس سان جيرمان وريال مدريد. انا قلت انا كنت على الهوا في اف ام سبورت سبورت اف ام اتريقت عليه، بس يعني ما كنتش واخد بالي ان ده من جزء من بروتوكول الفار. ما يقدرش يوقف اللعب وهو ماشي، لكن لو اللاعب وقف يرجعه للخطا اللي حدث فيه يعني من دقيقه او اتنين او ثلاثه، حاجه غريبه جدا. هل احنا هنفهم ده وهنستقبل ده بوعي يعني وثقافه حقيقيه ولا؟ طب تعالى نروح للحاجه السيئه واللي كلنا متوقعينها بالمناسبه، انه احنا مش هنتفهم الامر ده وهيبقى فيه اعتراضات كتيره ولاعيبه ومدربين وكلهم هيروحوا يقفوا مع قدام الشاشه مع الحكم وكلهم بيدوروا ويشوفوا الحاله صح ولا غلط، كل ده هيحصل. هل ده يستلزم ان احنا نعدل بقى من لائحه العقوبات عندنا؟ يعني انت لما تيجي بقى تعمل الحركه دي بدل ما كنت هوقفك ماتش ولا ماتشين هوقفك سبعه، هوقفك ثمانيه، فخوف الناس انك تقرب حتى من الحكم وهو بيتراجع عن قرار، نزود العقوبات؟ طبعا ما احنا قلنا قبل كده ان لائحه المسابقات يعني اللعيب اللي بياخد 10 مليون غير اللعيب اللي كان بياخد 50,000 في السنه. فلما يتخصم منه 3 جنيه ماشي، لكن هو بياخد 10 مليون فالعقوبه تبقى 5,000 جنيه. صحيح. ده كلام تهريج يعني. عايز اوريك كام صوره حلوين كده النهارده. يا ريت. النهارده في كاس الامم الافريقيه لكره اليد اللي مصر فازت بيها، شويه لقطات عظيمه، شويه صور حلوه. اتفرجوا ممدوح هاشم ووالدته بعد الفوز بالبطوله والفوز على المنتخب التونسي والصعود لاولمبياد طوكيو 2020. الصوره دي عظيمه بقى، نثبت شويه بقى. روعه يا استاذ حسن، علق انت. يعني بصراحه ربنا يحميك يا محمود يا ممدوح، والله بجد يعني حاجه صوره عظيمه، وحتى يعني صوره اليوم بصراحه الام يعني متاثره جدا يعني. صوره يعني اليوم، صوره اليوم يعني. مفيش تعبير، مفيش كلام الحقيقه، مش لاقي كلام اقدر اعبر بيه عن
يعني انا صحفي بقالي سنين طويله جدا، لو انا عايز اكتب كلام صوره مش هعرف اكتب كلام صوره للصوره البديعه دي. الله الله على منتخبنا النهارده، والله على هذه الصوره الرائعه لقطه اليوم النهارده. مليون مبروك لمنتخبنا الوطني، لعيبه رجاله، لعيبه رائعه، واللي خلفت راجل تستحق انها تشيل هذا الكاس ايضا. استاذ حسن المسكاوي انا بشكرك شكرا جزيلا، حضرتك شرفتنا ونورتنا. شكرا حسن. شكرا. دي كانت حلقتنا الختاميه من سوبر تايم. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، تتوقف برامج قناة تايم سبورتس في الفترة القادمة. قناة تايم سبورتس زي ما هي شغالة تنقل أهم الأحداث سواء المحلية الأفريقية العالمية. مكملين مع حضراتكم من هنا من هذه الاستوديوهات النهاردة، بداية من النهاردة تنقل أون سبورت برامجها من هذه الاستوديوهات لحين ما ننتقل لأون تايم سبورت الشبكة الجديدة، وإن شاء الله باستوديوهات وتطوير رائع جدا يرضيكم تماما تماما بإذن الله، نقدم فيها المحتوى اللي بيرضيكم. دي كانت حلقتنا زي ما قلت لكم الختمية من سوبر تايم. أراكم قريبا في أقرب فرصة. تصبحوا على خير.